اللهم صل على سيدنا محمد، قولوا صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاق، واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق. هذه تقرأ في كل يوم 7 مرات في أي وقت، صباحا ظهرا مساء، 7 مرات، وليلة الجمعة مثل اليوم يعني خاصة، ويوم الجمعة 10 مرات، وأنا أجيزكم بها كما أجازني بها شيخي.